عارفة يعني ايه تصحي الصبح تجيبي قرصة طرية كده معمولة بيتي، تحطي فيها شوية جبنة موتزاريلا وتسيحيهم، والمفاجأة بقى ان الجبنة الموتزاريلا دي انت اللي عاملاها. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه الطعومة دي؟ ده انا سيح جبنة براحتي، ده احنا نسيح جبنة بقى كل يوم وندلع نفسينا كل يوم. ده احنا عملنا الجبنة الموتزاريلا في البيت يا جماعة، وعملنا من شرشر لبن كمان قرص طرية وعيش بلدي. بصوا يعني أحلى قرص طرية تشوفيها وتتقيها بشرشر اللبن، أحلى عيش في حياتي والله عملته. أنا عملت عيش كتير، أحلى عيش عملته بصوا أبيض وجميل إزاي، مع إن ده معمول بدقيق أسمر فظيع. عشان تعملي جبنة موتزاريلا مظبوطة عايزين ملح ليمون، وهناخد معلقه صغيره من ملح الليمون للاتنين لتر من الحليب، معلقه صغيره ممسوحه. ولازم نحتاج منفحه، عشان المنفحه دي هي اللي هتديكي المطه والملمس بتاع الجبنه الموتزاريلا اللي بتشوفيها بره. المنفحه دي هتلاقيها عند اللبان او في معامل الالبان، او اسالي عليها جزار وصي عليها ممكن يشيلها لك ويعملها لك. هنجيب بقى ايه الطريقه؟ هنجيب نص كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه عادي، وهنحط عليها معلقه صغيره ممسوحه من ملح الليمون، ولازم يبقى ملح ليمون معلش عشان الخل والليمون مش هيدوكي نفس النتيجه. ونقلبها كويس، ندوبنا ملح الليمون في الميه، ونروح بقى نجيب حليب كده كامل الدسم بخير وكده حلو، ويكون بدرجه حراره الغرفه. شايفين هو معلم ازاي؟ معنى كده ان هو فيه قشطه وجميل. حطيتي عليه الميه اللي هي متدوب فيها ملح ليمون، ما تحطيش ملح ليمون على اللبن مباشره، لازم تدوبيه الاول في ميه وبعدين تقلبي. وبعد ما تقلبي ملح الليمون والميه مع الحليب، ارفعيها على نار هاديه لحد ما يوصل درجه حراره اللبن 30. 30 يعني ايه؟ لو ما عندكيش ترمومتر يعني يبقى زي دمعه العين، او تحطي صباعك تستحمليه، او زي رضعه البيبي. شيلي بقى بعد ما اللبن دفي شيليه من على النار، وجيبي شوية مية برضو ربع كوباية كده، وحطي عليها معلقة كبيرة من المنفحة، معلقة كبيرة من المنفحة لكل 2 لتر من اللبن. وبرضو هتحطيها بحركة دائرية كده وتقلبي 20 ثانية بعد ما تحطي المنفحة. يعني بعد ما نحط ملح الليمون بنقلب، بعد ما نحط المنفحة بنقلب، بس بعد المنفحة بقى بنغطي 20 دقيقة أو 30 دقيقة بالكتير، لحد ما تلاقي الجبنة مسكت زي ما انت شايفة كده. هتمسكي بقى السكينة وتقطعي الجبنة زي ما انت شايفة. بصي اتكون جبنة بمنتهى السهولة، المنفحة بتسرع عملية ترويب اللبن او ان هو يتحول لجبنة، بتسرع جدا. يعني مش زي جبنة القريش ان احنا عدى يوم ويومين عشان يروب، لا المنفحة بتسرع. خدناها بمصفى وحطناها في مصفى تحتها طبق علشان نحافظ على الشرش ده وما يقعش مننا، هتلاقيها مفتلة دي. بصي بقى ما تتخضيش، انا هنا فعلا اتخضيت لان كنت اول مره طبعا اعملها، هتلاقيها مفتله كده ومش عايزه تجمع معاكي كوره ابدا. الموضوع كله في درجه الحراره، ان انت دلوقتي الشرش برد، فانت تاخدي الشرش ده زي الشطره تسخنيه كويس قوي وتحطيه بقى على الجبنه اللي انت عماله تجمعيها دي، ولازم الشرش يفضل سخن علشان تعرفي تجمعي كوره لينه وبتمط. طب الشرش وانت شغاله اكيد هيبرد، واحنا كمان في السقعه هتعملي ايه؟ انا بقى عشان احل الموضوع ده مش كل شويه هروح اسخنه وارجع للطبق تاني، خدت الحله كده هيله بيله على البوتاجاز على نار هاديه وقعدت اشتغل بقى وانا على البوتاجاز. ما تخافوش مش هتتلسعي، هي بتبقى نار هاديه شمعه بحيث ان هي تخلي الشرش لسه سخن. لو لقيتيه سخن قوي اطفي النار، يعني خد انت برضو اللي بتبقي حاسه، وتفضلي بقى شغاله تمسكي الجبنه دي تقعدي تجمعيها كوره وتشديها وتمطي فيها زي ما انا بعمل كده، لحد ما ايه تلاقيها بتمط معاكي كده وتشد معاكي زي اللبانه وطريه وكلها حنيه. جمعيها كور كده، كوره واحده اتنين براحتك على قد كميه الحليب اللي انت عاملاها، وحطيها في التلاجة. وهاتي الشرش ده بقى اعملي بيه احلى قرص طريه. شرش اللبن ده فيه بروتين اللبن على فكره، بيدخل في تصنيع الواي بروتين اللي هو البروتين الباودر اللي بياخدوه بتوع كمال الاجسام عشان يبنوا العضلات، يعني ده ما تستغنيش عنه. الشرش ده دخليه في اي معجنات، اي معجنات في الدنيا حطي شرش بدل مقدار اللبن وبدل مقدار الميه. وعملت بيه احلى عيش، ده عيش معمول بدقيق ابيض ودقيق اسمر الاتنين مع بعض، شوفوا ابيض وجميل ازاي، بجد اطرى عيش شفته، واحلى قرص طريه وطعم وريحه مفيش بعد كده. دي بقى الجبنه الموتزاريلا بعد ما حطيتها في التلاجه شويه، انت بتحطيها في التلاجه شويه عشان تجمد، لكن عادي انت ممكن بعد ما بتطلعيها بتستخدميها بتبقى زي الفل. انت عايزه تحفظيها تحفظيها بقى في الفريزر عشان تقعد معاكي فتره اطول، لكن في التلاجه لا مش هتقعد يوم يومين بالكتير. بصوا انا هنا بشرت شويه من الجبنه اللي انا عاملاها وشويه من جبنه انا كنت شاريها، دي جبنه مستورد على فكره، انا ببشرها اللي لونها اصفر قوي دي مستورد كنت جايباها.
وسيحيهم بقى على الميكروويف او بالبشبوري. المهم ان انا كنت عايزه اشوف بقى النتيجه، وهنا انا حطيت اقل كميه من الجبنه الموتزاريلا على التوست علشان اعرف اقل كميه هتمط ازاي. بصوا الطعم، بصوا الحلاوه، احنا عملنا جبنه موتزاريلا يا جماعه، احنا عملنا جبنه موتزاريلا، ده احنا هنسيح جبنه للصبح، احنا عملناها. لا 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 بجد بجد بقى، خلاص خلاص بقى هنسيح جبنه براحتنا، والجبنه الموتزاريلا تبقى عندك في اي وقت، تقدري تحولي اللبن لجبنه موتزاريلا على طول. فظيعه يا جماعه، طعمها حلو ومطتها حلوه جدا جدا جدا. بصوا ما تبصيش لتوفير وما تبصيش قد ايه طلع قد ايه، بصي ان انت عرفتي تعمليها الحمد لله، وضامنه ان ده لبن لبن وانت عاملاه بايدك بمنتهى النظافه، ما فيهوش بقى زيوت نباتيه ولا اي حاجه ولا اي مكونات. المنفحه دي مكون على فكره حيواني، يعني ما مش كيمائي يعني. يلا بسرعه جربي جبنه الموتزاريلا، وقولي لي ولو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو وشيريه، واكتبي لي كومنت حلو واعملي لي فولو لو لسه ما عملتوش، واوعي تنسي تروحي على قناتي على اليوتيوب اسمها شوما كيتشن. يلا جربوا وقولوا لي. باي باي.